يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين السعي الذي يأخذه الشخص مقابل الموافقة بين البائع والمشتري وبين الشفاعة وأخذ الأجرة عليها؟ الشفاعة عبادة وقربة إلى الله، والقرب لا يؤخذ عليها أجرة بل ولا هدية. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من شفع شفاعة لأخيه أن يأخذ عليها هدية، ولأنها قربة. أما البيع والشراء هذا معاملة، يجوز أخذ السعي عليه. نعم.